الله معكم. الحنين للوطن الأم دايما بيرافق اللبنانيين بالخارج، وبظل ضغوطات وسرعة عجلة الحياة بتبعد المسافات وبتزيد دقات القلب والمحبة للكنيسة وللوطن، وبيتجذر الإيمان خصوصا إذا كان الراعي صالح. بحلقتنا الخاصة اليوم رح نستقبل راعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك بكندا، المطران إبراهيم مخيل إبراهيم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بسم سيدنا الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عليك وضعنا كل رجائنا يا أم الله، فاحفظينا تحت ستر كنفك. أمين. سيدنا، رح نستغل فرصة وجودك بلبنان تنتواصل أكثر مع أخوتنا اللبنانية الموجودين برا، وحتى مع كل العرب اللي بتتعاطوا معهم وبيجوا على الكنيسة. رح أسألك بالأول عن وضع المهاجرين بكندا اللي بيتركوا لبنان بروحوا بيشتغلوا هناك، وكيف عم تتواصلوا معهم؟ يعني منيح ذكرتي أنه مش بس لبنانيين، لأنه المسيحيين الشرقيين موزعين من عدة دول عربية موجودين بكندا بعدة مناطق، بشكل خاص بالمدن الكبرى، بموريال، بأوتاوا، بتورونتو، بفانكوفر، بكالجاري، بهاليفاكس. هودي المدن الكبرى هن التجمعات الرئيسية. والمسيحيين الشرقيين جايين من عدة دول مثل ما ذكرت، هن يمكن لبنان، سوريا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، وأقليات من غير دول. مشان هيك التعاطي معهم مختلف عن التعاطي مع المسيحيين بلبنان، إنه بلبنان يمكن اللبنانيين المسيحيين تجمعهم هموم معيشية واحدة وهموم مصيرية واحدة ووضع اجتماعي كلهم بيشعروا فيه، كلهم تحدثوا فيه، وضع سياسي، أزمات مختلفة، أفراح، كلها بيعيشوها سوا كلبنانيين. لكن بالخارج التعاطي الكنيسي مع أبنائها مختلف على الصعيد هذا، لأنه مجبورين، أنه طبعا نتعاطى مجبورين بطيبة خاطر، يعني مش مجبورين، ملزمين، بنلزم حالنا أن نكون رعاة للجميع بالتساوي، لأنه كلهم أبنائنا إن كان روم كاثوليك. أنا كمطران للروم الكاثوليك ما عندي أي شعور بأنه الروم الكاثوليك اللي جاي من لبنان أو أهم من اللي جاي من مصر، أو من مصر أهم من لبنان. يعني كلهم أبنائنا ومتساويين بالنسبة لنا بالبنوة للكنيسة، ونسعى لهم بنفس المحبة، بنفس الصدق، وبنفس الاهتمام، لحتى نوصل لهم صورة المسيح الطيبة، رائحة المسيح الطيبة، رسالة المسيح المرتكزة على السلام، المرتكزة على التفاهم، على الاحترام المتبادل، بالرغم من أنه الاختلاف بالمنشأ بالوطن أحيانا بيسبب بعد، وهذا شيء مؤسف، يعني لأنه مش لازم يكون هيك. الإنسان اللي شبعان من وطنيته مش لازم يخاف من حدا، لازم بالعكس ما يشعر أنه الآخر هو تهديد لإلي، لكن الآخر هو تكميل لإلي، الآخر هو غنى لإلي. مشان هيك بلتقى معه وبحضوره وبالتعاون معه وبالاتحاد فيه، انا ببلغ مستوى اعلى من الكمال المسيحي اللي كل مسيحي بيترجاه. هيدي هلا اوضاعهم، سألتين عن اوضاعهم، الا اذا بدك. لا، نكمل عن اوضاعهم. اوضاعهم بتختلف شوي. اول شيء لانهم مقسمين لعده مراحل من ناحيه الهجره، من ناحيه تاريخ هجرتهم، يعني ايمتى ابتدات. في منهم ابتدات بالقرن الماضي او ببدايه حتى تقريبا اواخر بحدود 1860 بلشت الهجره خفيفه جدا، لكن بلشنا نحس فيها أكثر، صار في لهم وجود بحدود 1880-90، لأنه نحن مثلا كنيستنا بموريال
تأسست ككنيسة كرعية سنة 1892. نعم. صار عمرنا تقريبا من فوق ال 115 سنة موجودين بموريال. فاللي هاجروا من الماضي وصاروا أو توفوا أو أولادهم اليوم ختيارية ما فينا نسميهم مهاجرين بقى، يعني إنه هودي صاروا من أبناء صاروا من كندا. أبناء كندا. المهاجرين الجدد، وفي كمان الوسط اللي بين اثنين، لكن المهاجرين الجدد حملوا معهم كل عاداتهم وتقاليدهم ومشاكلهم ومستواهم مثل ما هو بيعيشوا بكندا، لكن شوي شوي بيصير في عندهم تأقلم مع الواقع الكندي ومع المجتمع الكندي وبيتأثروا فيه إيجابا أو سلبا، وأحيانا إيجابا وسلبا بالشخص ذاته. الإنسان بيعيش دائما صراع بين شو حامل من إرث جايبه معه من الماضي وبين الشيء اللي عم بيشوفه بيتعلمه اليوم، وبيعمل هالمحاولة يعني أنه يزين الأشياء ويشوف شو الأنسب له. أكيد أبرشيد كندا كبيرة، قديش فيها كنايس وكيف عم يعني هل عم تواجه صعوبة بالتنسيق بين الكل، وكيف عم تقدر تلحق عليهم وتنسق بيناتهم تشوف مشاكلهم تلحق أمورهم؟ أبرشيد كندا كبيرة يعني من ناحية جغرافية. نعم. بشكل خاص إنه واسعة يعني. جدا. نعم. والأبنائنا منتشرين فيها بشكل بيتطلب يعني جهود أحيانا مضنية لحتى الواحد يلاقيهم ويهتم فيهم. والنقطة نقطة الضعف مش بس إنه نعرف وينني، نقطة الضعف يمكن عنا إنه ما عنا عمال كافيين بهالكرم الواسع اللي هو كندا. ما عنا بكفاية مرسلين. كندا أنا بقول دايما للكهنة اللي بيسألوني إنه شو رأيك نروح على كندا أو منحب نروح على كندا، بقول لهم كندا مش يعني أبرشية، منا أبرشية بس لحتى الواحد يجي ياخد رعية ويستقر. بالعكس، هي أرض رسالة، بدها مرسلين، يعني بدها كهنة يقبلوا إنه يكون شنطتهم مطبوبة ويسافروا ويبرموا على ويفتشوا على أبنائنا ويحاولوا إنه يجمعوهم ويرجعوهم لهالاتصال مع كنيستهم. وهيدا عمل طبعا. ليش النقص سيدنا يعني بالنسبة لهالموضوع؟ هل لأنه ما في مرسلين عم بيقبلوا يمارسوا هالرسالة، أو الكنيسة ما عم بعد ما عم تقدر تبعت حدا؟ شو المشكلة بالموضوع؟ يمكن المشكلة أعمق من كونه أنه نقص بس لأنه العدد مش موجود. بتصور أنا أنه من البداية نحن يمكن ما تعاملنا مع وضعنا كحق الرسالة، تعاملنا معه كأبرشية مستقرة، والواقع هو لا، منا أبرشية مستقرة، فيها حركة، يعني فيها ناس عم تتحرك من منطقة لمنطقة، وفيها ناس عم بتجي وبتستقر بمنطقة جديدة نحن مش على اتصال فيهم أو ما بنعرف كتير عنهم. معناتها أنه نحن نفسيا ما كنا مستعدين، ما كان عندنا هالاستعداد أنه نتعامل مع وضعنا كمرسلين. يمكن مش عامل دراسة حول الموضوع، لكن أنا عم بقدر أنه يمكن تعطينا مع وضعنا وكأن بعدنا بلبنان أو بعدنا بمصر أو بسوريا، يعني رايحين على الرعية من قدس الأحد ومنعمل قدر الممكن من الواجبات المطلوبة منا، لكن ما بنعمل أكثر من هيك. في حين أنه لو أنه من الأساس نحن تعاملنا مع وضعنا بكندا حق الرسالة، يعني أنا بقول لهم اللي جاي لهون يحسب حاله مثل اللي كانوا يجوا من زمان على أمريكا مرسلين. في هلأ مجاهل يعني أنا أسميها مجاهل كندا. نعم. مجاهل مثل مجاهل أمازون، مجاهل كندا اللي بده حقيقة المرسلين يفوتوا ويضحوا ويجمعوا أبناء الكنيسة ويرجعوا يردون. في جهود عم تعملها سيدنا.